أحيانا يغلق باب الزواج، تخطب وتخطب وتخطب، وكلما اهتديت إلى فتاة أعجبتك رفضوا الزواج منك، وكلما تيسر أمر تعسر أمر، تقول سنوات وسنوات وأنا أطرق أبواب الناس ولا طريق إلى الزواج، باب الزواج مغلق. أيها الإخوة، لعل الله عز وجل حينما يغلق لك الأبواب كلها أراد أن تتجه إليه نحو الأعلى. باب السماء مفتوح دائما ولا يغلق، فإذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت فمعنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله أغلقها في وجهك كي تتجه إليه.